يسعد مساكم، الله يعطيكم ألف عافية. برحب فيكم بالسكتش الثاني بعنوان الإيجابية بالتوجه لفرص العمل. اليوم أول شغلة وأهم شغلة، فرصة العمل ما أنا صارت مرتبطة بموضوع أنه أنا أتخرج أو ما أتخرج. يعني بمعنى ثاني، طالما بلشت حياتك الجامعية فأنت مهيأ بأي وقت أنك تأخذ فرصة عمل، طبعا من ناحية تنظيم الوقت. برجع بأكد على موضوع تبع أنه والله إذا اشتغلت معناتها رح ترسو بهذا الحكي. أنا اشتغلت سنة خامسة، كنت سنة خامسة واشتغلت بشركة الموارد الحديثة وكلاء سامسونج بالفصل الثاني، وكان عندي مشروع تخرج اشتغلته وشغل وجامعة مخابر، يعني ما مخابر، وإذا بتنظم وقتك مش الحال. حتى وقت أخذت 3 أيام صباحي وثلاث أيام مسائي، فثلاث أيام الصباحي كان عندي مخابر المساء، ثلاث أيام المسائي كان عندي مخابر الصبح، ومشيت الأمور. فاليوم اللي بينظم وقته بيمشي الحال. طبعا أكبر غلط إنه واحد يرسو بس تحس إنه دراستك تأثرت بشغلك، وقف الشغل أو حاول يعمله بارت تايم، أو حاول تعمله بس بالويكند يعني جمعة وسبت، أو ما قدرت خلص. دراسة أهم. طبعا ليش دراسة أهم؟ لأنه يعني نسبة اليوم 50% من الشركات عم تطلب شهادة جامعية، بس النسبة الأكبر صارت بلشت تتوجه بموضوع ما عاد يهمهم الشهادة الجامعية، إنما بيهمهم الخبرات والمهارات اللي أنت عندك إياها. طيب نرجع نصفر الحديث. موضوع التوجه لفرص العمل الإيجابية بالتوجه لفرص العمل. هلا اليوم مثل ما حكينا، الفرصة العمل ما لها مرتبطة إني أكون أنا متخرج أو ماني متخرج. أنا خلال أوقات الدراسة أو تخرجت فيني بلش أبحث عن فرصة عمل. مثل ما حكينا بالسكتش الماضي، فرص العمل هي عم تكون اليوم أكثر أونلاين، يعني أنا وقاعد ببيتي فيني أشتغل. إذا عم نحكي لموضوع برمجيات أو هيك قصص، إذا موضوع أون سايت فبدي أنزل على شركة ودايم يصير فيها دوام كامل. هلا أول شغلة لازم تأخذها من موضوع التوجه لفرص العمل، ابتعاد عن الطاقة السلبية. شلون ابتعاد عن الطاقة السلبية؟ ما في شغل، والله عم يقلعوا عالم، والله الشركات عم مدري شو، والله ما بعرف شو، ما حدا عم يدق لي، ما حدا بيدق رفيقي صار له 3 سنين ما اشتغل. طيب إذا بدك تعرف ليش، بدك تبحث عن السبب، يعني في سبب وراء كل هاي الأمور. هلا اليوم الواحد يتوكل على الله وبيعمل سيرة ذاتية وبيقدم، بس بدها تكون سيرتك الذاتية فيها شيء بالأول. بسمع كتير تعليقات، يا الله بيطلبوا خبرات، منين نجيب خبرات؟ أول شيء مو كل وظيفة كتبوا لك خبرة سنتين معناتها بدهم واحد عنده خبرة سنتين. ممكن أنت اليوم هلا متخرج تكون فريش جراتويت وتقدم إذا عندك عن جد المهارات المطلوبة اللي حاطينها بالوظيفة. هلا منين الواحد يجيب المهارات؟ من 5 سنين جامعة شو اشتغلت فيهم؟ يعني شو ساويت؟ أنت اليوم 5 سنين جامعة شو ساويت؟ شو ضفت لسيرتك الذاتية؟ أكتر شيء بيزعجني والله لما بيجي واحد متخرج سنة خامسة بيقول لي إيه أستاذ أنا تخرجت، قلت له إيه، قال لي إيه بس ما عامل شيء ولا لي حضران شيء ولا لي لك ورشة مو حضران. طبعا الورشات المجانية إذا ماست يعني لازم تنحضر، ورشة مو حضران، ما بيعرف شيء عن الدومين تبعه، ما بيعرف شيء عن فرص العمل تبع هذا الاختصاص، مو عامل دورات لا أونلاين ولا غير أونلاين. طيب شو المهارات اللي عندك إياها؟ صفر. طب شو بدك تلاقي وظيفة؟ اليوم في غيرك 300 واحد عم يتخرج معك بنفس الفصل وكمان عم يبحث عن وظيفة، يعني وين يعني نسبتك؟ برجع نفس الحكي اللي حكينا سكتش الماضي، 1 من 300. طيب إمتى بجيب فرصة؟ لما بيكون في عندي شوية مهارات بكتسبها خلال الوقت الحالي. يعني اليوم بفترة الكورونا 6 شهور الماضي، طيب شو الجامعات عطلت والمدارس عطلت الدنيا عطلت، طيب حدا استفاد شيء مثلا؟ حدا اضاف لشيء؟ بتذكر في بوست حطيته أول أيام الكورونا وعملنا تحدي إنه من هون 3 شهور لنشوف كل واحد ديش بينتج. طبعا الحلو إنه في ناس، طبعا الحمد لله بارك لهم، في ناس أنتجت، في ناس حضرت دورات، في ناس أخذت شهادات أونلاين، في ناس اشتغلت على حالها، وهذا الشيء بالنهاية هو يعني الباك أب لإلك، هو اللي هو اللي حيفيدك بموضوع التقدم لفرص العمل. فأول شغلة يا جماعة، سواء أنت كنت هلا بالجامعة أو قيد التخرج أو فريش يعني هلا تخرجت، شوف شو بدك تضيف لهالسيرة الذاتية. اليوم ما عاد عيب انك تحط انك انت حضران دورة اونلاين او اخذ شهادة اونلاين. ليش؟ لانه كله التعليم صار اونلاين، يعني التعليم كله صار عن بعد، الماجستيرات والبي اتش دي وكل شيء صار عن بعد، حتى الدراسة الجامعية صارت عن بعد باغلب جامعات بالعالم. فما عاد عيب ابدا اني حط اني انا عامل اونلاين تريننج كورس او اخذ شهادة اونلاين او كذا. هي شغلة. الشغلة الثانية، نحن حطينا لكم موضوع في دورات، موضوع مثبت في دورات كتيرة لموضوع أساسيات الشبكات،
وأساسيات الاتصالات، وأنا حكيت كتير بالنسبة لموضوع الاتصالات. يا جماعة، ثلاث شغلات رئيسية لازم يكون عندك معرفة جيدة جدا عن فهم وليس عن بصم فيهم، وهن أساسيات الاتصالات اللاسلكية موجودة على قناتي، الاتصالات الخليوية في كتير دورات على اليوتيوب موجودة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، والاتصالات الميكروية كمان موجودة الدورة على قناتي. أسس واحد اثنين ثلاثة وبعدين توسع إذا بدك في مجال واحد منهم بالاتصالات الخليوية مثلا. بس لما تقدم على وظيفة بأحد مزودات الخدمة تكون عارفان شو عم تشتغل، وملخص كل الدورات بحيث إنه إذا دقولك أقول لك عندك مقابلة بعد بكرة بترجع لها الملخص تقرأ بكلمتين، في عندك أسئلة حطها على الجروب، ما عندك أسئلة توقع الله وامشي، وإن شاء الله فرصتك بتكون كبيرة. بالنسبة لموضوع الشبكات حكينا في تأسيس بموضوع الشبكات اللي هن دورة الـ N Plus أو الـ CCNA موجودين على النت كمان، واللي ما له خلق على النت في معاهد كتيرة. بعدين فينك تروح على دورة الشبكات اللي أنا مسميها على قناتي اللي فيها توسع أكتر، يعني فيها مجمل العموميات عن المقاسم الهاتفية، عن الربط، عن الفايبر، عن الفيسات، عن القصص هي. وبعدين بلش بقى تخصص لك شوي اي تي سيكيورتي، ممكن ويب ديفلوبمنت، ممكن موبايل ابلكيشن، ممكن كذا الى اخره، وانا بنرجع نفس القصه الحق السوق وين عم بيروح. فهدول الاساسيات لازم يكون عند اي واحد مننا. اليوم نحن 20,000 مهندس ومهندسه بالجروب، كم واحد عنده هاي المهارات؟ كم واحد ران هاي الدورات اللي حكيت لكم عليهم؟ كلهم اونلاين يعني ببلاش، يعني اذا بدك رجعنا مالك اونلاين زين على المعاهد، في معاهد كثير رخيصه وغاليه وقد ما بدك بتعطيك ودورات وهالقصص هي. طيب وين نحن؟ هل عندك هاي المهارات؟ هل عندك هاي الخبرات؟ هل حضرت هالقصص هي حتى تحطها بالسي في؟ طيب ورشات عمل، شو حضران ورشات عمل؟ شو حضران محاضرات مجانيه؟ يمكن ما بيمر اسبوع ما بنحط فيه ورشه عمل مجانيه. طيب عم تحضر، عم تحاول تقدم عليهم، مهارات التقديم عندك كيف؟ مهارات الاقناع، مهارات المفاوضه، كمان هي بالمقابله بتلعب دور. يعني الواحد يكون هيك ما بيعرف شو يحكي كلمتين، بينما يكون الواحد منطلق بياخذ وبيعطي جاي عن جد بشغف لحتى ينال فرصه العمل. فهي الاصول، فهي الاساسيات حتى اي واحد عم يدرس جامعه او متخرج حديثا حتى يبلش يتوجه فيها. اذا واحد ايجابيه بالتوجه لفرص العمل، بعد عن الطاقه السلبيه، بعد عن هدول العالم اللي بيقولوا لك ما في شغل وما في، بيقول لك ما في شغل بيكون هو عم يدور على شغل مشان انت ما تنزل محله. الحمد لله نحن بنحب الخير لبعضنا. فبعد هدول العالم اللي بيقولوا لك ما في شغل وما في كذا وما ادري شو رفقات وكذا والله قالوا لي هندسة اتصالات ما لها شغل وهندسة الشبكات معلوماتية ما لها مستقبل، هذا حكي كلها ياتوا ما بيشتغل. من هون لثلاث اربع سنين يخلق الله ما لا تعلمون، ممكن تتحرك دومينات كتير جديدة مثل ما احنا شايفين هلا بهالسنة، كتير فرص عمل ممكن تنشأ. يعني طبعا بدك تلحق، بس وين رايحين؟ هلا التوجهات وين لازم تروح؟ مثل ما اتفقنا اليوم في عنا تقريبا يعني عدة مجالات رح نتوجه فيها لفرص العمل. في عنا فرص الأونلاين اللي عم تنزل للعمل عن بعد، في عنا اللينكد إن، في فرص عمل عن بعد أو بغير بلدان، في عنا job.sy كموقع للتوظيف بسوريا، في عنا مواقع المنظمات الدولية، في عنا المعارف. إذا لازم نضل نحط أخبار عند المعارف إنه نحن بحاجة شغل. أنا عم أسألكم قدر الإمكان والله، وأنا بتشكر كتير اللي عم يدقوا لي ويخبروني عن فرص عمل لحتى نقدر نشبك، وهن كتار يعني الحمد لله. في شغلة مهمة، فرص العمل لما أنا بنزلها على الجروب أو أي حد بنزلها على الجروب، هذا مو معناته أنه هاي الفرصة مثلا جيدة جدا أو ممتازة أو بيئة العمل مريحة أو ما بعرف شو. فرصة العمل هي فرصة عمل، هي أنت بتروح بتشوف تعمل اللي عليك وبعدين يا بتقرر ايه يا بتقرر لا. فاذا هاي ملخص على السريع، خليك ايجابي بعد عن طاقة السلبية تبع ما في وفي وما بعرف شو. خليك توجهك ذكي مثل ما حكينا بالسكتش الماضي، وشوف هالمصادر كلياتها اللي حكيت لكم عليها لحتى تقدر انت تحصل النتيجة اللي انت بدك اياها. بتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم على خير ان شاء الله بالسكتش الجاي. سلامات.